وبشأن فشل مجلس النواب على التصويت على الوزارات المتبقية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور خفاجي، مرحبا بكم. جلسة البرلمان فشلت في حسم وزارتي الدفاع والداخلية، لكن لماذا الأنباء تتناقل عن أن إيران تصر على إسناد وزارة الداخلية لفالح الفياض؟ ما السبب في ذلك دكتور؟ حياك الله أخي العزيز، حيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. أهلا بك سيدي. حقيقة الأمر سبق وأن قلنا أن العملية السياسية وصلت إلى مراحلها النهائية في أن تؤكد لا نفعها للعراق وبالتالي انتهاء هذه العملية السياسية. لذلك لأن الخلاف الإيراني الأمريكي وصل إلى مرحلة الصفر، اللعبة الصفرية، بمعنى أن لا مجال للتوافق على شخص يجمع الحالتين كما كان سابقا. لذلك ان ايران تصر على طرف او على شخص معين بعينه يكون اقرب لها لكي تؤمن على استمرار الفصائل العسكريه بعينها لتكون سند الى الفعل الايراني في الداخل، ومقابل الجانب الايراني يسعى الى افلات هذه الفرصه من ايران، وذلك ستبقى هكذا الامور في صراع بين طهران وبين واشنطن. الساحه التنفيذيه هو الصراع، هو العراق والعمليه السياسيه على وجه التحديد. دكتور خفاجي، ولكن في بدايه تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومه، يعني روج الشركاء في العمليه السياسيه انهم سيمنحوه الحريه الكامله في تشكيل الحكومه، ما الذي حدث؟ ما الذي تغير في ذلك؟ الذي تغير لم يتغير شيء حقيقه الامر، ولكن كان هناك عدم مصداقية في القول، وهذه ديدن العملية السياسية وشخوصها، لا مصداقية لهم ولا موقف ثابت من جانب. الجانب الآخر هي كان لابد من أن يتصدر أحد المعنيين في مجموعة الشعيرات الوزراء لكي يضمن استمرار العملية السياسية وليس إنجاح العمل السياسي في العراق، لأنه الهدف العملية السياسية وبقائها هو هدف للقوى المتصارعة أو المتنفذة، لأن بوجود العملية السياسية العرجاء هو سبب لوجودهم. لذلك أنا حتى هذه الفترة الآن أرى أن رغم عقمها ورغم عدم احتمال التوصل إلى شيء معين من خلافها، الجميع حريصون على أن يبقوا على حال العملية السياسية ولو بشكلها المهلهل. لذلك هم ادعوا أنهم سيعطوه المجال، طيب ولكن هذا أمرهم لا مصداقية لهم. دكتور، هناك آراء تتحدث أن حكومة عبد المهدي سواء اكتملت حقائبها أم أنها بقيت بدون الوزارات السيادية بحسب قولهم، هل ثمة تغيير في واقع العراق فيما لو أن حكومة عادل عبد المهدي قد يعني ملأت الشواغر بالنسبة للوزارات السيادية؟ هل ثمة تغيير سيطرأ على واقع العراق؟ نحن كمتابعين لا نتوقع تغيير إيجابي للعراق نهائيا، لا عبد المهدي ولا سواه، ولا باكتمال الكابينة الوزارية ولا بعدم اكتمالها، وذلك لأن جميع أطراف العملية السياسية هم ينفذون إرادة خارجية. واحد. اثنين، الخلافات البينية اتسعت. ثلاثة، الفساد استشرى. لذلك لا يمكن أن نترجى العراق خيرا من عبد المهدي إن كان قد أكمل وزارته أو لم يكملها، سيما وأن عمل بالوكالة كان قد استخدم سابقا واستمر. ولكن كما قلنا قبل قليل، هو الخلاف الإيراني الأمريكي الذي وصل إلى حد لا عودة ولا اتفاق، لذلك الأمور تعقد في هذه الحالة. لذلك نحن نحذر من خلاف شيعي عمقه الحقيقي أمريكي إيراني، وقد أدفع الكثير من الضحايا لهذا الصراع الأمريكي الإيراني. طيب دكتور، أنت أخذتنا إلى موضوع الخلافات داخل الكتلة الواحدة، يعني يشاطرك في هذا الرأي النائب محمد الخالدي في تصريح له يقول إن فوضى عارمة داخل الكتل بسبب مرشحي الوزارات الشاغرة، حتى أن الخلافات وصلت إلى الكتلة نفسها، انقسمت هذه الكتل على نفسها. أنت أستاذ العلوم السياسية، عملية الانقسام الكتلة داخل نفسها، هل هذه حالة صحية في تعدد الآراء في العراق تحديدا؟ دكتور قحطان، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور قحطان الخفاجي. على أي حال، من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، كنت معنا، مشكورا.